راح نبلش في هذه المحاضرة بعملية رسم البلان للمشروع، حيث يكون سيتكون المشروع من بلان لمنزل، البلان لمنزل، وسنقوم برسم البلان، وأيضا سنقوم برسم سناتر الأعمدة، وأيضا سنقوم برسم المساقط الجانبية للمنزل، حيث سيكون مسقط شمالي وجنوبي وغربي وشرقي. وأيضا سنقوم برسم السكشن داخل البلان والسكشن الظاهر أمامنا AA. كمان راح نقوم برسم مخطط القواعد ومخطط الجسور الأرضية، وأيضا مخطط الجسور السقف وتسليح جسور السقف. وأيضا سنقوم برسم بلان معفش جاهز، يعني تكون منزل معفش سندخل عليه الفيرنتشر على البلان. خلينا نبلش نرسم البلان. راح نبلش نرسم البلان بتحديد أول نقطة البداية في البلان. سنبدأ برسم البلان من خط من خطوط. أولا سنبدأ بتحديد نقطة البداية، مثلا ستكون نقطة البداية النقطة الوهمية التي ستصل عن نرجع عن وصل الخطين في هذه النقطة. نذهب إلى الأوتوكاد، اختار الأمر لاين. قبل بدأ في عملية الرسم يجب علينا أن نتأكد بأن الوحدات نرسم بها بالمليمتر لكي تكون على سكيل 1:1000. نتأكد من ذهاب إلى كامبوتمور فورمات، ومن ثم نذهب إلى يونتس كمان مرة فورمات يونتس، ونغير الوحدة إلى مليمتر، ونستطيع تعديل البريسيجن إذا كانت قليلة لتكون لدينا الأبعاد الأقرب مليمتر هنا. أوكي، سنبدأ برسم أول نقطة. كما قلنا سابقا لا يهم أين ترسم في الأوتوكاد، المهم أن تبدأ أن تعرف الأبعاد التي ترسم بها. إذا تحددنا أول نقطة وذهبنا إلى البلان، نلاحظ أن البعد الأول هو 8.4 من الزاوية هون حتى الزاوية هنا. نذهب بعد أن فعلنا الأورثو، نقوم بمد الخط باتجاه وإدخال 8.4، نضغط انتر، ثم ننظر إلى البعد الآخر الذي هذا هو 2.2 2.2. أوكي، كمان البعد من الزاوية هون للزاوية هون 9.1 9.1 كمان مرة، البعد من هاي الزاوية لهون 1.7 1.7 نرجع 4.1 4.1 كمان مرة. لاحظ أن الطول هذا 10 متر، نذهب إلى 10 متر، نضغط انتر، ثم هذه المسافة 5.8، كمان مرة 5.8، هذه المسافة 1.2، هذه المسافة 4.3، ثم الزاوية 0.5 متر، زوم كمان مرة 0.5 3 متر، ثلاث انتر، كمان مرة 1.6، هذه المسافة 1.6 1.6 انتر، هذه المسافة من هون لهون 6.2، نرجع كمان مرة
6.2. هذه المسافة 2.3. أولا نرسم هذه المسافة 6.2، ثم هذه المسافة إلى هنا، أو سنقوم برسم من هون لهون. هذه المسافة هي عبارة عن، هذه المسافة عبارة عن 6.4 ناقص 1.3. ناقص 1.3، أو سنقوم برسم أوكي. إذا قمنا برسمها 2.3، سنقوم برسم لحد هذه النقطة حيث تكون 4.6. أوكي 4.6، ومن ثم وصلنا لهذه النقطة. ثم نقوم برسم من هذه النقطة لهذه المنطقة، فتكون الطول 2.3، يجب عندما نقوم بإغلاق الشكل أن يغلق بشكل دقيق جدا، حيث يجب أن تصل الزاوية مع الزاوية إذا كانت الأبعاد صحيحة. فلإغلاق الشكل إما أن ندخل حرف سي كلوز بارتيكولار. أوكي، لاحظ أن تم الإغلاق بشكل جيد 100%. بعد رسم الحدود الخارجية لهذا البلان، يجب أن نرسم سماكات الواجهات الداخلية. نلاحظ أن هناك بعض السماكات، الأغلب السماكات ستكون 0.3 متر، لكن يوجد بعض السماكات التي مثل هذه السماكة 0.2، وأيضا السماكة التي هنا 0.2، السماكة هذه 0.2. سنقوم بإدخال سماكات الأعمدة عن طريق الأمر Offset. سنقوم باختيار الأمر Offset، ومن ثم سندخل 0.3 اللي هي Offset Distance، نضغط Enter. ثم سنقوم بعمل Offset لكل الخطوط داخل البلان. عملنا لكل خط أوفست داخل البلان. نخرج بالأمر من الأمر أوفست. عندنا هون عملنا أوفست للخط الطويل، نعمل كمان مرة أوفست. أوكي 0.3، نحطها على ديفولت، نعين الخط، ندخل الأوفست. نلاحظ أن الزوايا هنا في زوائد عندنا في الأوفست، كمان فيه عندنا ناقص، الخطوط مش واصلة مع بعضها. نستطيع تعديل هذه باستخدام عدة أوامر. يمكن تعديل هذه الزاوية وجعلها زاوية باستخدام الأمر Chamfer. سنختار الأمر Chamfer، نختار الخط الأول والخط الثاني، قام الأمر Chamfer بقص الزاوية. باستخدام نفس الأمر Chamfer نستطيع توصيل أيضا الخطوط هذه، ويمكن أيضا القيام بذلك باستخدام الأمر Trim. نضغط على الأمر Trim، نختار الخط الأول والخط الثاني، الخط الأول والخط الثاني، نضغط Enter، ثم نختار الزيادات ونقطعها. وأيضا يمكن القيام بذلك بوصل الخطين باستخدام الأمر Extend، حيث سنقوم برسم خط مقابل الخط ونستخدم الأمر Extend. نختار الخط ومن ثم نختار الخط. أوكي أمر Extend، نختار الخط، نضغط Enter، ومن ثم نختار الخط الآخر. كمان مرة نختار الخط، ثم كمان مرة نختار الأمر Extend، نمد الخط الآخر، نختار الخط، ثم Enter، ثم نختار الخط. فيتصل عندنا الخطان. ومن ثم باستخدام الأمر Trim يمكن الذهاب إليه من Modify Toolbar، أو باستخدام الشورت كت على Command Line TR، نضغط Enter، ومن ثم نعمل Select للخط. أوكي سوري، يجب اختيار الخط الاخر. كمان مرة تي ار، اختار الخط. اوكي ثم نختار الزيادة.
اوكي هذا استخدام امر اليه. يمكن جعل الزوايا هذه تصليحها باستخدام الامر تشينفر، هو اسرع امر يمكن استخدامه. كان مرة تشينفر. اوكي كمان مرة تشينفر. اوكي كمان مرة تشينفر. اوكي كمان مرة تشينفر. حصلنا على نوعا ما من البلان جيد، بدأ التعديل عليه، بلش عمل تعديل واجهة واجهة. نلاحظ هون الواجهة 0.3 كلها ما بدها تعديل، كمان الواجهة هاي 0.3، كمان الواجهة هاي 0.3، والواجهة هاي 0.3، الواجهة لحد هون 0.3. بنروح على هاي الواجهة، الواجهة راح تكون 0.3 لحد معين، ومن ثم ستتحول إلى 0.2. نلاحظ أن من الزاوية هون للزاوية هون الطول هو 1.4 1.8 1.4، هذا طول الواجهة 0.3. من بعد هيك راح تكون الآن سنبدأ بالتعديل على الواجهات التي تريد التعديل. مثلا الواجهة هذه، الواجهة ما بدها تعديل لأنها 0.3، كمان الواجهة هاي وهاي والواجهات الباقية على الشكة هاي ما بدها تعديل، لكن هناك الواجهة المنطقة هاي في عندنا هنا offset 0.2، من نعدل هاي المنطقة. كيف نستطيع القيام بذلك؟ أولا نعرف أن الأوفست لهذا الخط عبارة عن 0.2. إذا ذهبنا إلى هذا الخط ودخلنا أوفست وعملنا الأوفست ديستانس 0.2، ضغطنا إنتر واخترنا هذا الخط وأنشأنا أوفست ومحينا الأوفست وعملنا ديليت للأوفست القديم. اوكي كمان نلاحظ انه المسافة ما بين هذا الخط لحد هون هي عبارة عن 4.5. نستطيع عمل الاوفست الثانية، خلال الاوفست كمان مرة 4.5. اوكي فحددنا بداية الواجهة هون، فباستخدام الامر break at point نستطيع فصل الخطين عن بعضهما البعض. حصلنا على خطان منفصلان عند النقطة هذه، والان نستطيع عمل اوفست جديدة للخط هذا اللي هي راح تكون 0.2. اوكي نعمل كمان نفس الخط الثاني break at point، نختار الخط ومن ثم نذهب الى نقطة الانترسكشن، اعطانا الاوفست بالانترسكشن. اوكي نعمل ديليت. اوكي تقريبا هون استخدام الامر تشينفر تصلح الزاوية دول زد الذي باختيار من الجهة التي نريد الاحتفاظ بها. اوكي اوكي هنا صلحنا هاي الزاوية. الان سنقبل التعديل على هذه المنطقة، بما انه لا يوجد لنا ابعاد متوفرة حول الزيادة هنا في الواجهة هذه بالبوينت 3، نستطيع استخدام وضع الأبعاد المناسبة. تقريبا هنا راح تكون تقريبا 0.6 طول من هون لهون، يعني عندنا في extension راح يكون من هون لهون بمقدار 0.6 تقريبا. اوكي راح نعمل هون extension، نمسك الجريب نعمل stretch ندخل 0.6، راح يعملنا stretch بمقدار 0.6. كمان مرة نعملنا هون stretch ل 0.6. نريد أن نقوم بعمل extension للخط هون ليكون موازي، ليكون يساوي طول الخط الآخر. سنقوم بذلك برسم أولا بخط رسم خط مساعد، ننساش إحنا فاعلين أمر ortho، نقوم برسم خط عمودي مساعد ونذهب إلى أمر extend باختيار الخط المساعد، انتر ثم اختيار الخط هذا.
اوكي من ذهب. ثم نذهب الى امر كريم، نختار الخط انتر، نختار الزيادة. كمان مرة نذهب الى خط امر كريم، نختار الخط، هذا الخط هذا، انتر ونقص الزيادة. الان حصلنا على الزاوية، لان لكم تكون الزيادة هاي مخصوصة، كنترول زد بكل بساطة بترجع زي ما كانت. اوكي خلصنا هاي المنطقة، نقدر نعدل كمان على المنطقة الثانية. ونلاحظ ان الاوست راح تكون 0.3، نعمل او سيت اوف سيت او بدخل حرف او بعدين 0.3 انتر، ثم نختار الخط ونختار جهة الاوفسيت. التعديل باستخدام الامر تشينفر. اوكي تقريبا جاهزة. كمان هاي ما في عندنا معلومات عنها، مصدر قدرها كمان راح تكون 0.4. راح نعمل هون طول بمقدار 0.4، نعمل اختار امر لاين، حدد النقطة 0.4 ببساطة. راح يكون السماكة 0.3، هنعمل كمان 0.3 من هون الشبكة. كمان هون باستخدام الأوبجكت سنابينج تراكينج نستطيع تحديد التقاطع مع هذا الخط، اختيار النقطة ومن ثم اختيار النقطة. اوكي حصلنا على الزاوية بشكل جيد. اوكي قلنا في مشكلة هون، نلاحظ انه في عنا هون من الخط الخارجي لهذه الزاوية عنا عن كسحة، كسحة بمسافة 1.4 من هون، 1.4 من هون. نستطيع عمل هذه الكسحة باستخدام الأمر تشامفر. إذا قمنا بالذهاب إلى الأمر تشامفر وإدخال الديستانس، وثم دخلنا الديستانس تشامفر ديستانس 1.4 1.4، واخترنا الخط الخارجي والخط الخارجي الآخر، حصلنا على 1.4. ومن ثم عملنا أوفست بمقدار، من ثم عملنا أوفست من كم أوفست 0.2 ماهيش 0.3. نعمل او أوفست 0.2 انتر، نختار التشينفر. نلاحظ ان الاو سناب، الاوبجكت سناب قام بتغيير مكان الاوفسيت. نضغط من كنترول زد ونجدد، نضغطنا على الخط. يجب علينا بشكل كافي للتخلص من السناب. اوكي في ان هون زيادات نستطيع التخلص منها باستخدام تريم، نختار تريم، نختار الخط هود، ثم نختار الخطين، فعملنا لهم ترم. ثم نذهب الى امر تشينفر، نعدل المسافة من جديد الى صفر. اوكي نختار الخطين، عملهم تشينفر كمان مرة تشينفر، وعندنا الكاسحة الثانية جاهزة. اوكي في عنا هون على مسافة 4.5 من هون، في عنا دخل هون واجهة 0.3، 0.3 تكون داخلة 1.4 زائد 1.8 أي 3.2. لعمل هذه الكسحة نستطيع الاستعانة ب الواجهة، هذه الواجهة عندنا بنعرف المسافة من هنا لهنا، عندنا مسافة 4.5، دخلنا أوفست من هذا الخط لهذا الخط هون مسافة 4.5، بعدين عملنا اكستنشن بالمسافة اللي هي 1.4 1.8 عندنا 3.2. نعمل offset 4.5. اوكي من ثم نعمل extension بمسافة من هون لهون 3.2. نعمل كمان مرة نختاره، نختار الجريب، نعمل stretch 3.2. اوكي من ثم باستخدام الامر trim نعمله قص. اوكي تأكد المرة ترم، اختار الخط. اوكي عملنا له قص. ان هاي المسافة الاوفسيت
الأوست سماكة الخط الجدار هذا ليست 0.3 إنما هي 0.2. يجب لذلك يجب فصل الخط من هنا. أوكي فصل الخط الآخر نستطيع نعمل ديليت. أوكي هذا الخط نعمل إريز ثم نعمل أوفست مقدارها 0.2. اختار أوفست كمان مرة كمان مرة أو 0.2. اختار الخط نعمل الأوفست نعمل ديليت القديم. اوكي انتر نعمل تشامفر. اوكي كمان هان في الاوفست قيمتها 0.3 او 0.3 انتر. اوكي نعدل الزاوية اللي هي موجودة نستخدم امر تشامفر. اوكي نغلق الشكل لاين. اوكي عندنا هاي المسافة كمان راح تكون الاوفست لها 0.2. خلنا اوفست 0.2 عملنا ديليت لللاين اختارنا انتر كمان مرة باستخدام الشامفر نستطيع تعديل الزاوية. اوكي لحد هون في عنا هون راح تكون كمان كسحة بمقدار 0.2 وراح تكون عارفين احنا هذول عبارة عن ستيرز درجات لانه المدخل الرئيسي راح يكون عرض الدرجة و 0.3 يعني 3 درجات راح يكون 0.9. نستطيع انشاء جدار بعمل اكستنشن لهذا الخط غير محدود ومن ثم الذهاب الى امر تريم كمان مره تريم تي ار. اوكي سلكت اول انتر عملنا له تريم ومن ثم نرسم اوفست مقدار او 0.2. اوكي انتر. اوكي نرسم خط مساعد طوله 0.9 ظهر عندنا طول الخط 0.9. نستطيع عمل بريك للخط الطويل اوكي عند نقطة نهاية الخط سوري اختيار خط طويل. اوكي هاي اند بوينت الخط الاقصر. اوكي نعمله ديليت او نرد رجع المكان هون. اوكي نعمل لاين مفعلين امر احنا الاورثو هون نعمل استخدام الامر تشامفر. اوكي حصلنا عليها كمان مرة باستخدام الامر تشامفر هون بشكل جيد. هون في عنا درجات كل درجة عرضها 0.3. قوم بس فصل هذا الخط من المنطقة هاي بعمل أوفست لهذا الخط 0.3 ندخل 0.3. اوكي نعمل أوفست الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة. نلاحظ أن طول الدرجة هذه 1.8 من الرسمة طول الدرجة الأولى 1.8 طول من الزاوية من هون مرة من الزاوية هون لهون 1.8. إذا ذهبنا إلى الأوتوكاد وقمنا اختيار إنكويري قمنا بقياسها لاحظ طولها 1.8. لذلك يجب عمل أوفست لهذا الخط بمقدار 0.3 لتمثيل الثلاث درجات اللي هون 1 2 3. اوكي نعمل الاوفست كمان مرة 0.3 ديفولت
قطعنا آخر سلكشن كمان درجة كمان درجة. أوكي، استخدام الأمر تشامبر نريد توصيل الدرجات لعملها مثل ما هي موجودة هون، حتى تكون كل خط مع الخط الذي مقابله من الخط الأخير هون مع الخط الأخير اللي هون، كمان مرة تشامبر الخط الأخير اللي بعده مع الخط اللي بعده، كمان مرة خط هذا مع الخط هذا، كمان مرة تشامبر خط مع الخط. أوكي، حصلنا على الدرجات بشكل سريع وبسيط. نرجع هون، عندنا الزاوية هون من هون لهون عندنا موجودة، نستطيع الآن الحصول عليها بكل بساطة، حتكون مد الخط اللي هون، لما يكون مد الخط عند التقاطع نحصل على الزاوية. عملنا اكستنشن للخط أو عملنا التشامفر، طلنا أمر تشامفر، طلنا الخط والخط، حصلنا على الزاوية بكل بساطة. وإذا عملنا بريك للخط من هون، كمان مرة بريك، وعملنا له اوفست بوينت 3، كمان مرة اوفست بوينت 3. اوكي، استخدام الامر تشامفر. اوكي، نرجع للخارطة كمان مرة، هاي المسافة غير موضحة لدينا، بس عندك قدرها ايضا تقريبا 0.4 او 0.3، نرسمها 0.4، هاي المسافة راح تكون 0.4. اذا عملنا خط مساعد كمان مرة او عدم استخدام الخط المساعد اذا قمنا بمسك الجريب وازاحتها بمقدار 0.4. اوكي، نعرف ان هذه المسافة هي 0.4، نرسم خط من هنا 0.4 بمقدار 0.3 الاتجاه الاخر، ومقدار 0.4 مع 0.3 0.7 او اي طول اخر هنا. اوكي، ثم نقوم بعمل استخدام التشامفر، تخلص من الزيادة هذه باستخدام التشامفر ايضا او التريم هون. اوكي، عند المنطقة المدخل أصبحت تقريبا جاهزة، هي أصعب منطقة في الرسمة. أوكي، نلاحظ وجود خط المدخل أمامه هنا وخط على مدخل البلكون اللي هنا، نرسم الخطين زي ما هم موجودين في البلان ببساطة لاين، كمان مرة هون لاين. اوكي، الان انتهينا من رسم الابعاد الخارجية، رسمنا الواجهات الخارجية للبلان. الان يجب علينا تحديد الشبابيك وعمل كل شباك بشكل منفصل عن الواجهة لكي نقوم بادخاله في لاير محددة للشبابيك. إن شاء الله سنقوم بذلك في المحاضرة القادمة. سنقوم أولا بحفظ قبل الانهاء بحفظ الملف على الديسكتوب، نعمل save as، فزي ما وجدنا احنا حطينا الديفولت انه يحفظ لنا الملف بصيغة اوتوكاد 2000 LT 2000، نعمل له save انه بلان على الديسكتوب، نعمل بلان 1.